أنا النهاردة عايزة أتكلم مع حضراتكم عن واحدة من أهم المبادرات الرئاسية الإنسانية درجة أولى، وهي مبادرة دكان الفرحة اللي تم تدشينها في شهر إبريل سنة 2019. المبادرة بتعمل بجانب معارض الأسر الأولى بالرعاية على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، بالإضافة كمان لتنظيم معارض لطلاب الجامعات، وكمان بتنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية وأبناء السجينات وذوي الهمم كمان. طبعا عايزة أقول أنه كل ده بيخليها من المبادرات الرئاسية القوية اللي بيقوم بيها صندوق تحيا مصر حاليا، واللي بتتزامن انطلاقها مع اقتراب عام دراسي جديد. الهدف من المبادرة دي إيه؟ إن هي طبعا تنشر البهجة والسعادة على وشوش الأسر المحتاجة وأولادها الطلاب. امبارح كمان عايزة أقول أنه نظم معرض استهدف 3000 أسرة من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في محافظة الإسماعيلية. كل ده طبعا من أجل التيسير وتسهيل الأعباء على أولياء الأمور مع اقتراب العام الدراسي الجديد، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية دكان الفرحة. دكان الفرحة عامل حالة فرحة يا فرح. الحقيقة فرح إن يعني زي المعارض دي اللي احنا شايفين دلوقتي جزء من صورها على الشاشة، هي دي اللي بتطمننا على بلدنا، هي دي اللي بتطمننا إن الخير موجود فينا رغم كل الظروف ورغم كل التحديات. وفعلا يعني زي ما قلنا في البداية مع فرح، كلنا محتاجين نساعد باللي نقدر عليه، خصوصا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد. كل سنة وكل لحظة وحضراتكم طيبين. يعني نحاول كده بكل السبل إننا ندور عن أي محتاج حوالينا، خصوصا طبعا الأقربون أولى بالمعروف، ونقدم لهم اللي نقدر عليه من مستلزمات المدرسة علشان خاطر يعني نساعد أولياء الأمور نفرح يعني ولادهم وبناتهم. عايزة كمان أقول لحضراتكم إن المعرض اللي نظمه صندوق تحيا مصر ضم 30,000 قطعة متنوعة بقى من الملابس والأحذية والإكسسوارات ولعب الأطفال، يعني تقريبا كل حاجة، كمان بالإضافة لتوزيع الشنط المدرسية بكل بقى مشتملاتها سواء أدوات أو مستلزمات مدرسية. والحاجات دي الحقيقة الفترة الأخيرة كانت يعني غالية شوية، ففكرة إن المعارض دي تكون متاحة بالشكل ده، فطبعا ده بيساعد أولياء الأمور جدا في تخفيف يعني عن كاهلهم كده العبء المادي. من المهم جدا كمان إننا نعرف إن اللي حصل ده من خلال مبادرة دكان الفرحة، واللي هي بالمناسبة اسم على مسمى يعني اللي نظمها صندوق تحيا مصر، إن المساهمات العينية اللي ساهم بيها سواء بقى بنتكلم على أفراد أو منظمات المجتمع المدني للصندوق، سواء بقول لحضراتكم بقى ملابس أغطية مفروشات وغيرها من احتياجات المعيشة العادية اللي الناس كلها بتحتاجها، ساهم بشكل كبير جدا في إن هو يسمح لرب الأسرة وأولياء الأمور إن هو يختار 15 قطعة متنوعة بحرية تامة ودون مقابل من مستلزمات المدارس. وعايزة أقول لحضراتكم إن زي المعارض دي كده ما بتكون موجودة بكثرة في كل ربوع مصر، بتأكد على فكرة إن التكافل والتضامن الاجتماعي هو جزء أساسي من التركيبة المجتمعية في مصر رغم كل الظروف والتحديات. لكن بيلفت انتباهي وانتباه أكيد كتير من حضراتكم إن تلاقي الناس اللي ممكن يكون يعني وضعها المادي متواضع، يعني مش ميسورة الحال، تلاقيها بتقسم اللقمة كده زي ما بنقول كده ببساطة مع أي محتاج، تلاقيها عندها فكرة العطاء المستمر. لأن بالمناسبة لما الواحد بيجي يدي مش بس يعني اللي ربنا مديله القدرة إن هو يدي، مش بس بيفرح اللي قدامه، هو كمان بيفرح، لأن في العطاء متعة كبيرة جدا. بنشوف ده سواء من خلال المبادرات الفردية العادية أو من خلال بقى المبادرات الكبيرة، فكرة التحالف الوطني، العمل الأهلي التنموي، أو حتى شفناها في مبادرة كتف في كتف في 17 مارس اللي فات. فكل دي حاجات بتشجعنا كده على أننا يعني الفكرة في أن دايما تدي الخير للغير فهيعود عليك أكيد بخير كبير جدا. طبعا طبعا زي ما قلتي هند، مهم جدا أن كل واحد اللي يقدر يساعد يساعد، زي ما احنا شايفين ناخد الحكومة قدوة، يعني الحكومة بتحاول تعمل اللي عليها وبتحاول تساعد، ودايما شايفين أنه هي زي ما احنا عم نعرض هنا دايما في صباح البلد الصور والصورة العامة اللي بتحصل في البلد. يعني أعتقد أنه زي ما قلتي لازم كل اللي يقدر يساعد يساعد. وفيه مثل كده فرح بيقول ايه؟ الجود بالموجود. يعني فكرة ان انت اللي عندك ايا كان هو قد ايه قليل، بس ادي منه فربنا يبارك لك فيه. هيزيد طبعا.